داز مزيان، الاجواء مزيانه، غير المهم داكشي كامل ساهل، غير الميكانيك اللي داروا معنا شويه، صاحبوا معنا شويه في شي اسئله. المهم داكشي الاخر مزيان، الكيمياء تا هو مزيان، الكيمياء والميكانيك فيه شي اسئله اللي شويه ساهلين، والكهرباء شويه تا هو فيه شي اسئله ما هماش. صافي الحراسه كانت مزيانه، اساسيد حارسيننا مزيان، كاينين شي اساسيد اللي كيديروا شي رياكسيون ما هياش. المهم داكشي داز مزيان بخير الحمد لله، ما كاينش نقله والو، النقله ما كايناش. داكشي ملي كتدخل كتشوفي داكشي عندك مزيان، صافي كتشوف راسك فاهمه داكشي، كتفرحي. شي ميكانيك مني ما عرفناش ليه، ما عندك لاش لا نقلتي غتولي مصعبه الامور عليك، ولا على كنا خادمين، وعطانا شي ما عطينا اسئله ماشي كي قال لك غير مباشره، عطيناك سؤال خاصك تفهميه وخاصك تجاوبي عليه بطريقه اخرى، ما عطيناش ديريكت، ولكن دوزنا بخير الحمد لله. كاين بعدا شي حاجات ساهلين جبنا فيهم النقاط بحال الشيمي، النواوي، الكهرباء حطوا تا هو ساهل، الميكانيك فيه شويه الخدمه صافي. المهم درنا داك الشيء والكمال على الله، ان شاء الله يكون خير. عطونا داك الشيء اللي قرينا، والميكانيك اللي كان شويه صعيب كنخدموا فيه شويه القوالب، واللي فاهم راه غادي يدير. المهم درنا داكشي اللي فهمنا في ميكانيك، وشوفوا غادي نشوفوا واش غادي نديروا في النقطه ان شاء الله. داز ساهل، ولكن حنا الميكانيك اللي ما درنا فيه والو، حيت كنا معولين على القذيفه وتحط لنا النواس، ما درنا فيه والو. ولكن داكشي الاخر ساهل، ما كناش معولين على النواس، كنا معولين على القذيفه، واصلا تحط صعيب. ضروري داكشي هذا. دابا غندخلوا لونجلي راه مجدي لا صراحه صامغش مزيان، ولكن انا الكهرباء اللي عندي فيه مشكل كبير، داكشي علاش ما ركزتش عليه وركزت على الميكانيك، والحمد لله داكشي اللي راجعت هو اللي تحط ليا، هو اللي يعني هو اللي لقيت اول حاجه بديت بها هو الميكانيك. وان شاء الله نتمنوا خير في المواد اللي جايين، وكيف قار ان النواس ان الفيزيك بعام راه ما غادي يرني لنا حتى شي حاجه، حيت كونفيسيون عنده هابطه، عكس ديال الماط والسيونس هو اللي غادي نعرفوا شنو كاين من بعد. اللي مركزين عليهم هما الماث والسيونس، اما الشيء الاخر راه كيبقى غير كونفيسيون هابطه عندي. كل قسم حاطين 3 اسئله، دابا انت ما حيلتك باش تفكر الورقه ولا تشوف مع الاستاذ، حيت كاين شي استاذ كيجي كيبرك حداك كيخليك تتفكر واش فهمت انا، كيديرونجيك. دابا انا جات حدايا واحد الاستاذه بقات واقفه شويه تبرك، زعما شكات فيا ولا ما عرفت. قلت لها الساده ما خليتينيش نفكر، قالت لي خدم انا كنشوف. قلت لها الساده غتنوضي ولا غنوض انا؟ مشيت صافي نط، تقول لي صافي يلاه برك اوليدي، يلاه تبقى يلاه رجعت اللور ما بقاتش حاضياني. قالت لي ودور قدامك وانا داير قدامي، ما بقاتش حاضياني. قلت لها الساده واخا ما عرفت شنو دير، هذا الشيء راه في المتناول فهمتي، غنديروا كلشي ان شاء الله وناجحين. بالنسبه مثلا شعبه العلوم الرياضيه كان الامتحان شويه صعيب لانه طويل شويه، و4 سوايع كنظن ما كانتش كافيه في امتحان كامل، فيه شي حوايج في المتناول وفيه شي حوايج بطبيعه الحال معقدين. ودابا راه تنبريباري ان شاء الله اللونغلي في العشيه على الاقل باش نبداو نعوضوا الفيزيك اللي شويه ضاع، ماشي ضاع بزاف، ولكن غير كانوا فيه شي حوايج اللي صعاب شويه، ما كلشي في بروغرام، ولكن يعني في خدمه بزاف صراحه، في خدمه وخاص وقت بطبيعه الحال. هو لا قانونيا ولا يعني حتى اصلا انه اسم امتحان، ولا بد خاص يكون كل واحد يخدم بطبيعه الحال راسه. والحمد لله يعني ماشي طبعا باقيين مواد اخرين فين نعوضوا، باقيين مواد اخرين المعامل ديالهم كبر من المعامل الفيزيك، يعني نقدروا نعاودوا نرجعوهم ان شاء الله. لونغلي حنا عندنا مع لونغلي كنطيروا فيه الصراحه، هي الصراحه لونغلي هي الماده الوحيده اللي عندنا معها، راه كلشي عندو مع لونغلي واش فهمتي. وراه انت واش كدوي معايا ولا شي، راه لونغلي راه هي الحقيقه ما عرفت ليش دايرين لونغلي حنا ما عرفناش، ما داروا لنا فهمتي. دابا هي قال لك لغه اجنبيه ثانيه، وحنا ما فهمتش واش حنا فهمتي، حنا كنقراو العربيه، حدنا عربيه فرونسي ما قريناهاش في الصغر. لونغلي يلاه بداو معانا من 5 ايام، 4 ايام راه كان كيجيب لك جيب لي الحلوى، شنو هو هذيك، كيقول لي جيب لنا الحلوى، جيب اتاي، واحد جاي استاذ يقريك ولا يجي يقول لك جيب لي الحلوى. لا محمد الخامس، الثانويه التاهيليه محمد الخامس معروفه بالحراسه المشدده، ثلاثه الاساتذه في قسم يعني، وحنا مدوزين في اونفي يعني، بينك وبين اللي قدامك مساحه كبيره وكرسي وطابله يعني، ماشي طاوله كيف مولفين حنا كنقراو في طاوله عادي يعني، مساحه كبيره يعني، واخا داك الجو بالضبط انه راه كيدير فيك الضغط، انه راه كيربي فيك الخوف، واخا انت راك حافظ وداك الشيء راه كيربي فيك الخوف. الحمد لله كيخرجوا فرحانين، قال لك دوزوا مزيان. جيت مع بنتي الحمد لله، قال لك دوزوا مزيان الحمد لله، الله ينجح الجميع والله يفرحهم، هادشي اللي كنطلبوا من الله. ايوا واش غنديروا؟ امين اختي امين، الله يحفظك. اختي الله ينجح الجميع، الله ينجح البنيات والوليدات كامل، الله يفرحهم، يفرح والديهم فيهم، هادشي اللي كنطلبوا من الله.